السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة المفترض إن احنا نبدأ نتعرف على التقييم الأول في بيولوجيا جسم الإنسان. التقييم ده طبعا يعتبر بالنسبة لنا رقم واحد، المفترض إن احنا نعرف بعض الحاجات على أساس إن شاء الله ربنا يكرمكم وتجيبوا فيها الدرجات النهائية. طبعا النموذج اللي أنا هعرضه دلوقتي هو نموذج استرشادي، يعني مش لازم الحاجات اللي فيه إنها تيجي، هو بس استرشاد علشان حضراتكم تكونوا عارفين النظام هيكون ماشي إزاي إن شاء الله في التقييم. والتقييم ده زي كل التقييمات التانية، ده الأول إن شاء الله بالنسبة لنا بكرة. والتقييم الأول هو الخاص بالجهاز الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي لكائنين، إحنا اللي شرحناه في المعمل كان الجهاز الهضمي للأرنب. الاختبار بتاع حضراتكم أو المفترض النشاط المطلوب منكم إن أنتم برضو تتعرفوا على الجهاز الهضمي للضفدع. الجهازين طبعا على درجة عالية من التقارب، يعني مش هنقول إن هما زي بعض بالظبط، ولكن إحنا برضو نفس النظام المحور بتاعنا إن أنتم خدتوا مثال وتبدأوا تطبقوا عليه في مثال تاني. فإن شاء الله المفترض المعمل بتاعكم بكرة هيكون مطلوب فيه رقم واحد الجزء الأول بالنسبة لكم، هو طبعا كراسة المعمل، إن الكراسة لازم تيجي وفيها مرسوم الجهاز الهضمي للأرنب. طب الجزء التاني ده الجزء بقى اللي حضراتكم هتتعرضوا له بقى، اللي هو إن شاء الله كل واحد من الدكاترة هيكون معاه ورقة، الورقة دي فيها الجهاز الهضمي للضفدعة وهي متشرحة وعليه بيانين وحضراتكم تتعرفوا عليهم. نبدأ دلوقتي نتعرف على الحاجات دي، ولكن الأول نثبت المبادئ. إحنا بكرة مطلوب مننا إيه؟ وحضراتكم جايين ان شاء الله للمعمل، المفترض جايين ومعاكم الادوات بتاعتكم ومعاكم كراسه المعمل. كراسه المعمل مرسوم فيها ايه بالظبط؟ مرسوم فيها الجهاز الهضمي للارنب اللي انتوا اخدتوه في المره اللي فاتت. الجزء الثاني بقى اللي احنا نعرضه على حضراتكم ان شاء الله هو رسمه للجهاز الهضمي للضفدعه وهي متشرحه، يعتبر كتطبيق على الحاجات اللي انتوا خدتوها على الجهاز الهضمي للارنب، بنطبق زيه في الضفدعه. هتتعرف بالظبط على هما اتنين من البيانات الموجوده مع حد من الدكاتره، وتبدأ إن شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الدرجة بتاعتك. أول حاجة خالص لو بدأنا نشوف رسم الجهاز الهضمي للأرنب، طبعا الرسومات كلها بتترسم من كتاب البيولوجية، ودي الرسمة المفترض اللي هي تترسم، دي الرسمة المفترض تترسم إن شاء الله في الكراسة بتاع المعمل. قد تكون طبعا أو تبدو الرسمة إن هي معقدة، لكن لو حضراتكم بس رجعتوا السكشن كده زي ما إحنا شرحناه واحدة واحدة خطوة خطوة كده تحس إن الرسمة سهلة والدنيا تمام والدنيا زي الفل إن شاء الله. فدي رسمة البيولوجية أهي اللي المفترض تترسم في الكراسة بتاع المعمل. طب الكراسة ايه نظامها؟ عادي مفيش مشكلة، اذا كانت كراسة رسم سكتش من الصغيرة اللي هي العادية مفيش مشكلة، كراسة رسم سكتش من الكبيرة برضو مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا، المهم إن هي تكون رسمة كويسة بتؤدي المعنى. مش مطلوب إن هي تترسم زي دي بالظبط ولا إن هي تكون مثلا واو، لا عادي رسمة مبسطة خالص توضح لنا المعنى وخلاص على كده. وطبعا برضو نفس النظام، دي رسمة ايه استرشادية، دي رسمة حد من الطلبة، رسمة استرشادية مثلا توضيحية كده ايه، بعيد بقى عن الرسمة المعقدة دي. يعني اللي انا اقصده شوف دي رسمة ايه كويسة موضحة الحاجات بسيطة برضو، مش اللي هي معقدة بنسبة 100% ولا حاجة، التركيب فيها واضحة والبيانات مكتوبة عليها. يبقى احنا كده بنرسم رسمة البيولوجية اللي هي دي كده، ودي رسمة مبسطة لحد من الطلبة اهو برضو رسمها بطريقة كويسة والكلام ده. طبعا بنراعي فيها اللي هو مين الحاجات بقى اللي هي الابعاد والمقاسات بتاع الرسم، يعني مش مثلا حد يروح يعمل القلب يكون يخليه كبير كده فيضغط على كل الاماكن، ولا حد مثلا يجي عند المعده ويعمل لها انكماش فيرسمها صغيره. فده بس اللي انا اقصده في حته مراعاه الابعاد، ان الحاجات تكون فعلا بنفس الابعاد بتاعتها ولو بالتقريب، مش هنقول 100% ولو بالتقريب مثلا زي كده اهو. فهنا من الواضح ان الرسمه فعلا يعني متوفر فيها الشروط دي، رسمه كويسه موضحه الحاجات مبسطه شويه عن الرسمه المعقده دي وعليها البيانات بتاعتها كامله، ده المطلوب ان شاء الله. وده كده الجزء الاول المفترض الكراسه بتاع حضراتكم هتيجي مرسوم فيها رسمه زي كده. نيجي للجزء الثاني اللي هو جزء التقييم. الجزء الثاني المفترض ان شاء الله الجهاز الهضمي للضفدعه. السؤال اللي هيتسال عليه انه طبعا الشكل المقابل بيوضح الجهاز الهضمي للضفدعه ماذا يمثل كل من سين وصاد. يعني دلوقتي هتنزل صوره ان شاء الله للجهاز الهضمي للضفدعه، واحنا بنسال على اثنين من البيانات هم سين وصاد. طبعا البيانات مش موحده، البيانات مختلفه، واللي انا برضه هعرضه دلوقتي ده مش انطباع للاسئله اللي هتيجي بكره، عادي يعني ممكن يجي منهم وممكن لا. يعني مش الفكره انه ان انا اجيب حاجه وهي تيجي او ما تجيش، الفكره ان احنا بناخد ده بس كمثال استرشادي على اساس ان احنا نعرف الشكل ازاي، طالما انه ايه ما تعرضناش ليه في المعمل من قبل كده يعني، عشان الدنيا ان شاء الله تكون كويسه معاك. فدي مثلا رسمه الضفدعه وهي متشرحه. طبعا زي الارنب بالظبط يعني لو انتوا خدتوا بالكم، فهو كان ظاهر طبعا في الرسمه بتاع الارنب اللي هي الرئتين اللي هي الرئه دي والرئه الثانيه كانت ظاهره، كان ظاهر عندنا القلب اهو. فالحاجات دي طبعا لا شك ان هي بتوضح في اي رسم، ان لا شك ان احنا مثلا اول ما نشرح معظم الكائنات هنلاقي فيها كده بالتاكيد طبعا الرئتين موجوده والقلب. احنا النهارده بنختص مين؟ الجهاز الهضمي بس. طب كويس خالص، الجهاز الهضمي طبعا مميز فيه هنلاقي فيه المعده،
هنلاقي الامعاء مثلا الدقيقه والامعاء الغليظه، هنلاقي مثلا المستقيم وحاجات زي كده. وطبعا بالاضافه للملحقات ان احنا هنلاقي الكبد، ونلاقي مثلا الحوصله المريريه وغيرها من الحاجات. فهي نفس اللي احنا خدناه ورسو يعني، واحنا برضو ان شاء الله البيانات هتكون واضحه بالنسبه له. نشوف السهم هينزل على اي بيان هنا، فبيبدا يقول لي اهو مين اللي بيمثل سين. لو بدانا ناخد بالنا طبعا من الواضح اهو، يعني حاجه سهله خالص وبسيطه، وهي من الملحقات زيها زي بتاع الارنب بالظبط، ولكن هنا على حجم صغير، وده كده من الواضح قدامنا ان هو الكبد. يجي مثلا في الحته الثانيه دي ويسالني هنا، طبعا المفترض ان المعده بتكون هنا كده، يعني لو احنا رحنا رفعنا الكبد هنلاقي المعده، وبعدها الامعاء، وبالتحديد دي مثلا منطقه ايه الامعاء، الامعاء بصفه عامه يعني، سواء كانت الدقيقه او الغليظه، ولكن احنا هنختص ان هي تكون الامعاء مثلا ايه الغليظه. فكده طبعا ده اللي هيكون منها هيكون واضح بالنسبه لنا اهو، ان احنا عندنا الامعاء هتكون جزئين، امعاء الدقيقه وبعد كده الامعاء الغليظه. فطبعا الواضح قدامنا دلوقتي ان احنا هناخد ده جزء من جزء الامعاء اهو. طبعا مش هحدد بقى على اساس برضو ان محدش فيك بكره يقول ان انا مثلا قلت كذا او ما قلتش يعني. نيجي للي بعدها على طول، دي رسمه بقى موضحه، رسمه كبيره اهي فيها كل الحاجات. المفترض ان احنا عندنا لو بدانا ناخد بالنا نلاقي ان احنا عندنا البيان سين بيشير لمين، ادي عندنا المعده اهي، وعندنا بعد كده الامعاء الدقيقه، وده جزء الامعاء الغليظه، وده جزء مميز جدا جدا اللي هو بيكون قبل الفتحه اللي بتطلع لبره، قبل فتحه المزرق، وده بيكون اسمه المستقيم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الجزء الكبير ده اسمه مين؟ اسمه المستقيم. انتوا بقى الدور بتاعكم تعرفوا بقى على باقي البيانات التانيه دي، يعني انتوا شوفوا بقى الجهاز الهضمي هنا في اي مكان وتعرفوا على باقي التفاصيل بتاعته. لو جينا مثلا في رسمه زي كده وعندنا ادي الكبد هنا وبيشاور على حاجه كده تبع الكبد اللي احنا نبهنا عليها اكتر من مره في الارنب، فمن الواضح ان دي الحوصله المراريه اللي هي المراره بمعنى اصح. تمام كده، يبقى دي اسمها الحوصله الصفراويه او الحوصله المراريه او اسمها المراره. دي كده اجزاء التقييم بالنسبه لكم. لو خدتوا بالكم فيها ورجعنا مثلا مره تانية اهو، هنجيب الرسمه اللي هي دي اللي هي عليها سين وصاد مع بعض. فهو جزء الضفدع هيكون زي كده، رسمه او رسمتين وعليهم بيانين سين وصاد بس وخلاص، ده الكل طاد. فزي ما بنقول طبعا لو ركزتوا كويس هتلاقوا ان الحاجات جايه فعلا واضحه، ما فيهاش حاجه بقى معقده. فده زي ما بنقول كده ان هو ممثل لجزء الكبد اللي هو سين، الجزء ده طبعا اللي هو ممثل لجزء الامعاء الدقيق. الامعاء الغليظه هنا بتمثلها عندنا اللي هو مين، اللي هو المستقيم اللي هو الجزء الاخير ده. يبقى دي كده الامعاء الدقيق. لو احنا بقى نحدد اكتر على اساس برضو لو جات فيها الاسئله يعني، يبقى ده ببساطه خالص جزء التقييم بتاعكم اللي هو احنا المفترض فيه. بنقول ان انتوا هتيجوا معاكم الكراسه بتاع المعمل مرسومه، والحاجه التانيه طبعا الاسئله اللي انتوا هتتعرضوا لها دي، وطبعا هتكون ان شاء الله سهله وبسيطه. بتمنى لكم كل التوفيق لحد ان شاء الله ما نتقابل في المعامل الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.